منين نشوف لقيت عباد الله مجموعين شنو هذا شنو هذا، قالت لك برا حارقينا مشعلين في قاتلنا وحارقينا. ولدي هادشي اللي شفت انايا اللي شفت عندنا في الدرب، ماشي بعيده ولا شي حاجه. اللهم هو منكر هادشي اللي كيوقع الليل والنهار. وهادشي كله سببه الفنيد اللي هو اللي كيدير هاد الاجرام، واللي الواحد كيقتل والدي وكيقتل باه كيقتل امه كيقتل خوتو. هادشي راه خصو الفنيد يتحيد من البلاد، راه سبب هادشي الفنيد هو اللي قوى هاد الاجرام. بحال هذيك السيده حانه اللي داروا لها ديك الحاله ومن وراها هذيك الحاله وديك الاخرى اللي حرقوها، وهي دابا حرقوها. الله يجعل البركه في سيدنا، الله يعاش الملك، عاش الملك. هذا الخبر العثور على فتاه في جريمه حرق، راه كنا ناعسين سمعنا الغواش مع شي سوق 7:30 8 الله روب. تما الناس كدوق، الناس ما عرفوش شناهي، فهمتيني، ما قداش كلشي ما قداش يقرب لها. كانت خنصه مزرقه محروقه، وكان واحد الكرسي ديال البلاستيك، وجوت تم مربوطه وعلى اساس فهمتيني، جوت تم مجموعه الملامح ما كيبانوش على رجليه. واش غنقول لك خويا، جوت شي 2 أو 3 جوع تقريبا، يعني الريحه كاينه. واش غنقول لك اخويا، سمعنا هذا الخبر الفاجع وتصدمنا، السكان ديال الحي كاملين تصدموا. وعلى ما اظن عامل نظافه حتى هو راه حضر لهذا الشيء، كان كيزاول المهنه ديالو. اللهم ان هذا منكر، وهي في دار الحق وحنا في دار الباطل. كنتمنوا من السلطات المعنيه ومن رجال الامن تدخل، لان الدار حتى هي راه خاليه من مده، فهمتيني، وكيتجمعوا يعني هادشي. اللهم ان هذا لا منكر، حسبنا الله ونعم الوكيل. ايوا سيدي، شنو وقع؟ اللي وقع راه هو الناس استيقظوا مع 7 الصباح، وجدوا كيسا مفحما بجثة مفحمة، كيس اسود ولا يدرى من اين اتى به، يعني ما عرفوش الناس منين جا. ونشكر السلطة ونشكروا السلطة ديال حي الفرح من مقاطعة حي الفرح اللي حضروا في عين المكان، وكذلك الشرطة التقنية أيضا اللي قامت بالواجب ديالها. هي جثة ولكن ما معروفاش واش هي صغيرة ولا كبيرة، مرأة أو فتاة، هذا لا، هذا ما عرفناهش. المهم جثة مفحمة مكتوفة الأيدي، معصبة بالأرجل والأيدي. حنا ما كنعرفوش، حنا كنسكنوا في المكان وما كنعرفوش منين جا داك الشيء. شفنا غير جثة تحطت في الزنقة، راه شافوها كاع الناس شافوها. هذا الشيء اللي غنحكموا عليه، حنا ما نقولوش حاجة ما شفناهاش فقط. المهم كنشكروا السلطه اللي تقامت بالواجب ديالها وحضرت في عين المكان وشافت الجثه وعينتها. السلام عليكم. بعدا خويا فقت الصباح مع 7:15، جا عندي خويا مع 7:15 قال لي واحد السيده راه محروقه. جيت نشوف لقيتها كلها دود في كرشها، محزومه من رجليها ومن يديها، ورجليها التحتانيه مقطوعين. لا اله الا الله محمد رسول الله. صافي بقينا تنشوفو تسنى. هاهي البلاصة، هاهي البلاصة اخويا، هاهي فين محروق، هاهي هاهي اخويا. والسيدة تقريبا عندها شي 40 عام تقريبا تكون عندها هكاك، باينة مرا باينة من عامل الجثة باينة السيدة. خويا اش غنقول لك اخويا، هاد البلاد اخويا كثروا فيها المخدرات والفساد، والعيالات وليو فسدوا بزاف. هادشي راه ضروري غيكون ديما، فهمتي، هادشي راه كثير اخويا، ولي كثير راك عارف حتى منين تيجيو هادشي ومنين تيجيو مخدرات وبزاف وبزاف.